بسم الله. احنا الان الطريق من العاصمة البشكيرة اوفا الى النهر على بعد 300 كيلو. هذا الباص حقنا تعطل عطل بسيط. السلام عليكم. السلام. ما شاء الله وصلنا المسجد. بسم الله. كنت في الطريق من عاصمة بشكيرستان أوفا إلى متجه جنوبي نحو كازاخستان، يعني بين جبال الأورال وحوض نهر البولغا، وشفنا هالمسجد الجميل جدا على الطريق وصلينا فيه الجمعة. بسم الله ما شاء الله. بدينا الرحلة البرية أو الغابية في الغابة في جمهورية بشكيرستان. اليوم 29/6/2018. الخاطرة اللي عندي اليوم طبعا راح نركب القوارب هذه على النهر مسافة 400 كيلو إن شاء الله نزولا. الخاطرة اللي عندي اليوم هؤلاء الشعوب ما شاء الله تعودوا على شظف العيش، ما شاء الله يعني مجرد ما نزلنا الكل أخذ مسؤوليته، اللي يحطب اللي يطبخ اللي ينصب الخيام، على قولتنا بزنس as usual. ما شاء الله بارك الله، يعني بصراحة ما شاء الله. الحين وقت الغروب ما شاء الله تبارك الله، والمخيم جهز. السلام عليكم. الله وهذه القوارب سنستقلها فجرا. على فكرة صلاة العشاء الساعة 12 بالليل، صلاة فجر الساعة 12 الساعة 2:30، يعني ما فرقت واجد. هذه السونة الروسية زعلوا علي قالوا التتارية. على أي حال طريقتها جدا بسيطة، حطب يوضع من جهة واحدة ومن باقي الجهات حجارة، يجمعون الحجارة من كل مكان من الغابة، وإذا خلصت النار يزيلوا الرماد وكل حاجة ويحطون خيمة فوق هالمكان. هذه الشجرة قطعوها سووها شدات تصير ليف، وبالدور كل واحد يدخل ورش شوية موية تصير أحسن سونة. هذه إذا قالوا السونة الطبيعية، هذه من وحي الطبيعة أبد. أيوة يخرج العرق. العرق أيوة يخرج العرق. حلوة نسويها بالبر إن شاء الله عندنا بالصمان إن شاء الله. هذه سونة تتارية ولا روسية؟ تتارية. مو روسية تتارية. أوكي. خل نزجهم شوي. روسيا. والآن يتم فك المخيم والبقر. وعزكم الله في إيران من الصباح الباكر هاجمونا على رؤوسنا، أصوات مزعجة ما شاء الله، وكادوا أن يأكلوا مؤونتنا. سنذهب الآن مسافة 150 كيلو 3 أيام. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، صراحة أبطال 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 ما شاء الله. حبي الريح ما شاء الله كلهم شقردية. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما شاء الله هذا حليم قائد الرحلة. السلام عليكم. عليكم السلام. الله ما شاء الله، رجل ما شاء الله رائع جدا جدا، يعني هو أب للجميع ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. شكرا يا حليم. شكرا شكرا صراحة شقردية ما شاء الله، يعبر النهار يجيب الأغراض من القرية من الضفة الأخرى. صراحة هذه الرحلة تصلح لعيالنا، تعلمون أصول الاعتماد على النفس، المرجلة، المواقف
الرجولية، حد السعال، رؤية الطبيعة. طبعا أحسن ميزة في هذا المكان ما في لا شبكة جوال ولا نت ولا 3G ولا 4G ولا 1G ولا 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 شيء أبدا، ما في إلا الطبيعة. ما شاء الله تبارك الله، هذا أحسن ميزة. ما شاء الله الآن حسيتم. طبعا أنا ما كنت مستعد للرحلة، فاجئوني فيها هنا أبدا ما كنت مستعد لها. ذاك جايب شنطة لك عليها، يعني ما هي ووتر بروف ولا جايب أي شيء. فشنطتي الآن تحطونها مع السيد خروف. هاي الشنطة ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله عليك العالم. إلا ساعتين فقط، ما شاء الله تبارك الله. خلاص بدأ الآن المسير، الرحلة 150 كيلو. نحن سعدنا برفقة السيد خروف، هذا قاربنا ما شاء الله. ثلاث قوارب خلفنا ما شاء الله. هذه المنطقة بسم الله الحمد لله، الله رجانا بعد رحلة طويلة تقريبا 40 كيلومتر بهالنهر. نحن عارفين أرضنا من سمانة، وحقيقة الواحد إذا بيطلع رحلة لازم يتأكد من جميع تفاصيلها قبل أن يطلع، بالذات إذا فيها بحر أو نهر. بسم الله، هذا اليوم الثالث للرحلة. امبارح أنقذنا هذا الفلاح ونومنا في بيته، بيت حقيقة يعني كل شيء على الطبيعة. حلب لنا البقرة جزاه الله خير، وننطلق إن شاء الله بعد قليل. هذه السيارة المميزة، سيارة الواز، ذكرتني بالواز. هذا هو الفلاح ولد إمام القرية، أبوه توفي يرحمه الله، شخص طيب جدا. والمسجد هناك على التلة. الآن قاعد نبحث عن البنزين للسيارة، رحنا إلى إمام المسجد، قالوا إن واحد من الجيران احتمال يكون عنده جالون بنزين. سبحان الله، شوف الحياة شلون صايرة هنا، يعني حتى البنزين واحد يتعب علشانه. على أي حال فيه أوبشن إن حنا نروح على ظهور الخيل، كل هالمسافة نرجع. الشباب هنا المفروض يكملون 140 كيلو، ولكن هم من التعب قرروا يكتفون بهذا القدر. يعني بصراحة كل واحد بخيمته مثل الذبيحة صاير. للمعلومية السيد خروف هذا رافقني طوال الرحلة وأكرمني ما شاء الله بروائح طيبة ومنتجات طيبة طوال الرحلة، وكان يعني جالس جنبي بالكرسي فطوال الرحلة النهرية، يعني 12 ساعة جالس جنبك خروف يصيح عليك وانت ما تدري وين رايح فيه، ويعني الاعصاب حيل 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 مرتاحة. الان يجري محاولة انعاش هذه السيارة لنذهب بها ان شاء الله. السيارة رائعة جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. التصليحات الاخيرة، طبعا احيانا ينسى المفتاح الاوتوماتيك فيضطر انه يشغلها يعني بطريقة مختلفة. طبعا السائق هذا ما عنده رخصة، لذلك ما يقدر يوصلنا مشوار بعيد بين القرى لازم فقط. ايوه يا سلام، بسم الله. شغلة وحيدة تنقص السيارة اللي هو السيفتي بلوك. بسم الله يا سلام، بسم الله الرحمن الرحيم، يا سلام توكلنا على الله. يعني هاي السيارة اللي تطلق جولة بسرعة أحسن ما يسوي لها قيصرية وكذا، وهذا طريقنا ممتاز ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذا هذا سواقنا الورد، هسه يودينا ورد ما شاء الله. وهذا حليم، الحمد لله إن شاء الله ما شاء الله. طبعا الطريق ازداد
القرية اللي اسمها لقوش، اللي حقيقة يعني الحمد لله على كل حال. الحمد لله الحين مسكنا الهايوي ما شاء الله، طريق عريض مرتب بسرعة إلى 30. المنطقة هذه مليئة بالبستان على فكرة، مرت فينا بستان أمس لما فتحنا في النهر 12 ساعة، ما حنا عارفين وين حنا، في وسائل اتصال مقطوعة، ما في أكل إلى آخره. سبحان الله الساعة 10 أو 11 بعد الرحلة، يعني باقي ساعة شفنا معانا الحياة. الواحد تشمت كل أمل قبل الغروب بقليل، ومنطقة مليئة بالدببة والذيابة وكذا، تشمت بالحياة. كل ما رأيت شجرة مرمية على النهر أقول لا هذا أمور هي التصريف، وإذا شفت حاجة زي الصندوق على شجرة أقول لا هذا واحد نحال في قرية قريبة. بعض الأشجار يعني كأنها خيال مآتة، أقول لا هذا أكيد واحد صاحب مزرعة حق خيال مآتة يعني بصراحة. وبعدين جاني زول أخضر كذا يعني بعيد، لا هذا بيت مطلي أخضر مصبوغ أخضر وهو الزرع يابا وكذا. تشبت بالحياة، كل ما رأيت شجرة مرمية على النهر أقول لا هذا أمور هي التصريف، وإذا شفت حاجة زي الصندوق على الشجر أقول لا هذا واحد نحال في قرية قريبة. بعض الأشجار يعني كأنها خيال مآتة، أقول لا هذا أكيد واحد صاحب مزرعة حق خيال مآتة يعني بصراحة. وبعدين جاني زول أخضر كذا يعني بعيد، لا هذا بيت مطلي أخضر مصبوغ أخضر وهو الزرع. بس سبحان الله التشبث بالحياة والأمل والرغبة بالوصول. الحمد لله الواحد عنده بيت يرجع فيه وعنده أهل يسألون عنه، يعني هذه من أكبر نعم الله سبحانه وتعالى. الآن نضطر إلى تغيير السيارة إلى سيارة أخرى للإكمال. وصلنا إلى قرية علي غالي، لأن السيارة هذه ما فيها على قولته دوكمنت، ما فيها أوراق ثبوتية. الآن تم الإنقاذ، سننتقل من هذه السيارة إلى هذه السيارة، ما شاء الله تبارك الله الفخمة لادا